السلام عليكم. صلوا على محمد يا أخوان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قصتنا هذه المرة هي عن نبي الله أيوب عليه السلام. أيوب في نعم من العيش ورغد، والله رزقه مرة صالحة، ورزق الله منها 14 ولد، وأخذ بهذا العيشة النعمة الذي أنعم الله عليه بها 80 عام. وعقب ابتلاه الله سبحانه وتعالى، امتحنه بأن يسلم من هذه. مات مع عياله، واحد تلو الآخر، 14 كلهم ماتوا، وثم أمواله كلها خسرها. والله عقب ابتلاه في جسمه في ذاته، من مرجع عن مرض مرض قوي، حتى أنهم أخرجوه من قريته إلى برا القرية. وكانت الوحيدة اللي معه زوجته الصالحة. كان بداية الأمر تمر الناس ويعطونه طعام، يعطونها طعام لأيوب. هو يسأل من أين هذا الطعام؟ تقول من آل فلان أعطمني، لأنه من أول مقدم لهم، يعني معطيهم مطعمهم وشيء كان عنده خير واجد وله عند الناس. فيتذكرون الماضي فيعطونه طعام، يعطون زوجته وتأتي النبي الله تعطيه فيأكل، حتى يعني ملت الناس. ثم جاء يوم من الأيام قال لي ما تشتغلين؟ فقامت تشتغل عندهم بالبيوت، اللي كانوا يشتغلون عندها من أول هالحين تشتغل عندهم بالبيوت وتجيب طعام. ثم تنزل عند نبي الله أيوب عليه السلام، قالت فيسأل من أين هذا؟ قال اشتغلت عند الفلان، اشتغلت عند الفلان. كل ما يجيب ما يأكل حاجة ويدخلها إلى فيه إلا يسأل منين جته، لأن لازم يكون حلال صافي، هذا نبي من أنبياء الله. فإذا تخبر يوم من الأيام قالت منعنا من الشغل، لأنه وشه قالوا أنت تجين تروحين للنبي الله أيوب وتنقلين العدوى إلى ابنة، لكن ما عدت شغل عندنا مرة 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 مرة، ما عندنا شغل، ما عندنا مرة أشغال ولا عندنا، فمنعت من الشغل. حتى إن جبرت يوم من الأيام أنا تقول يا نبي الله ادع الله، أنت نبي الله ادع الله أن الله يشفيك. فقال يا امرأة كم الله نعم علينا، كم سنة ونحن في رغد العيش؟ 80 سنة. قال لا نصبر كثرهن عقب أن نطلب الله أن الله نصبر. فراحت من عنده ومنعت من الشغل فجابت له طعام. قال من أين هذا الطعام؟ قال كل يا نبي الله بس لا تموت. قال لا 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 ناكل إلا تعلميني منين، أنت منعتي من الشغل عند الناس. قالت اكشفت عن شعرها، فإذا هي جدايلها وذوايبها مقطعتهن وبيعتهن من أجل وشه، من أجل أجيب طعام النبي الله. وثم ذهبت من عند نبي الله أيوب عليه السلام. هنا أيوب حس أنه لازم وين وصل مواصيل، يعني ما عاد يرضاها. كانت يذكر أنها هي تودي الخلاء وأنها يتجود بقرونها اللي يعني باعتهن، لكن وش تبي تبيع عقبها عقب ما باعت قرونها؟ ذهبت من عنده وزعل عليها، يعني أنا ما أخذ رأيه. قال لها جلدنها 80 جلدة، نظر أنها يجلدها 80. ثم يوم أنها راحت من عنده وحس أنه وين دعا الله سبحانه وتعالى، شف كيف الدعاء. قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأن يدري المعافي والمشافي هو الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لله على طول سبحانه. رجل مريض ما يتحرك، يعني من الابتلاءات اللي حصلت له يا أخوان، يعني جسمه من خارج ومن داخل راح فيها، حتى قيل أنه الدود تجي مروت تطلع الدود من جسمه، يمشي الدود من جسمه من كل محل من جسمه طلع الدود، يعني شيء أمراض ووجاع ودنيا. دعا الله قال ربي إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الموقف العظيم. فاستجاب لله، قال اركض برجلك، أي معناها اضرب الأرض،
يعني حرك الأرض برجلك اضرب. عندما ضرب برجل حرك السبب، فإذا الماء يطلع من حدر رجلينه، فالله يأمره يقول هذا مغتسل بارد، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول فأخذ من الماء اغتسل فشفى الله من الخارج، ثم أخذ من الماء فشرب فشفى الله من الداخل، فرجع ولدا يانع مثل يوم الشباب من أول. وثم وقف محلنا فإذا زوجته مقبل عليه الزوجة الصالحة، قالت يا رجل والله ما شفت أشبه من أيوب من كنت، أما رأيت نبي الله الصالح أيوب عليه السلام؟ قال أنا أيوب. شو سمعنا؟ قلت أني وكيف؟ فعلمها، قيل أنها يعني جت للماء وشربت فرجع لها الله شبابها ورجعت شابة. شوف الله عوضهم عن الصبر والاحتساب، الله عوضهم عن ما مضى، رجعهم كلهم شباب. في أحد القصة يقول أنها هي بعد شربت من نفس الماء رجعت فتاة، ثم رجعهم متعافين ما بهم إلا العافية. فانظر إلى الخير كيف جاءهم يوم أن جاتهم الصحة وجاتهم الإيمان الكامل عندهم. أنبياء هذا نبي الله عليه السلام أيوب اللي يضرب به المثل. ثم جاء إلى داره وامرته جابت له مو كثر عيالها الأولين مثليهم، يعني من أول عندها 14 لا جابت لها المرة 28 من الزوجة الصالحة هذه. ثم قام تجيها الخيرات لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. قامت تفتح عليه حتى الجراد، حدا في القصص أن الجراد يجي طاير فيطيح على بيت أيوب ذهب سبحان الله. حتى الواحد إذا لقى له برا ولا شيء لا 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 هذا الذهب خاص لأيوب عليه السلام. فالصبر والاحتساب، ترى الله أمر يوم قال خذ ضخثا يعني عيدان واجب مشان يكفر عن إيمانه يوم نجدها 80، فضربها ضربة واحدة خفيفة، فهذه تكفير. إن الصبر والاحتساب يجب أن نتمثله بصدر وسيع، وندري أن كلها من عند الله، هو الميسر والرازق والمحيي والمميت، لكن أصبر تؤجر. نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.